ما دمرتها ده حنا كنعرفوا بدا اول حاجه لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا يصيبنا الا ما كتب الله، ولا نحن عندنا الناس هنا كتصلي وهادشي هذا الرواح وكريبي وكلشي موزوز، شي كيقول اشاعه صهيونيه، شي ترتيق الضحك مع بعضنا اللي بالوانتيس اللي بلا وانتيس. حنا كنعرفوا ربي ورضات الوالدين، الركيعه صلاه الصباح كنصليو في الجير ديالنا وكندعيو لربي، كنخرجوا ندبروا طريب ديال الخبز ديالنا باش ندخلوا في حالنا الدار عند الوالدين ديالنا. حنايا طنجاوه ولاد الحافه، با ديالي ولاد قهوه ديال الحافه ولاد كوستا ديال الحافه، وعايشين مع الناس في اوروبا كنا كتشوفني نو سوترو سيرمانيتو سي نادا ان بروبليما اي نو باسا نادا، ما كاينش مشاكل. هادشي هذا ما عرفناش علاش هاد الناس هادو واقيلا عندهم كانا يفرقونا على بعضيزنا. شو الدقاوي شو الدماطايم، الناس شنو تاكل الغاو، ندخلو نبعر نصادو ايش كتشوف الشرقي ولا ما كتشوفوش؟ واش نعملو با ديه اللي غنختموها غنقولو الحمد لله والشكر لله، والله يجعل اخرنا احسن من اولنا، والله يخرجنا من دار العيب بلا عيب با ديال. واللي بغى يتسلف يمشي يفتح قران مصحف قران الله، وعجبر فيه واحد الحديث لا يصيبنا الا ما كتب الله، فهمتيني با ديالي؟ واش على خاطرك فهمتيني مزيان مع راسك؟ انا ما كنسعو الماء ولا كنضرب برا والزيت ديال العود والتراكسيونيس. صحيه مغربيه الطنجاوه ديالنا في القلب، كنهضروا مقلب الخاوه ديالي. السلام عليكم.